تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قصر ثقافة شرم الشيخ في احتفالية كبرى، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير وتجهيز لاستقبال الأنشطة الفنية والثقافية التي يقدمها للجمهور. المزيد في سياق تقرير الزميلة دريا عاطف. تستمر العروض والتحضيرات من أجل افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ بعد تطويره ليكون مركزا إبداعيا على أرض السلام يرسخ مفهوم الهوية بها. القصر سابقا كان يقتصر فقط على هذا المسرح الذي أنشئ قبل 30 عاما، تم تطويره ليتحول أيضا إلى قاعة للسينما على مساحة 580 متر مربع، ويتسع أيضا ل 284 مشاهد. شرم الشيخ إضافة جديدة لنا كهيئة عمل لقصور الثقافة ووزارة الثقافة، ان شاء الله تتوالى الافتتاحات من الشهر القادم في مواقع عدة كتير باذن الله. يعني الحمد لله احنا بنواصل الليل بالنهار علشان خاطر عندنا قصور كتيره جدا بيتم الانتهاء منها دلوقتي، سواء كانت بتتجدد او بتتبني من اول وجديد. فالحمد لله يعني مجهود، يا رب نكون على قد المستوى وقد المسؤوليه. خلال عامين فقط امتد التطوير لإنشاء ثلاثة مباني أخرى ملحقة بمبنى المسرح الأساسي. هذه المباني خصصت لتضم مكتبة عامة وأخرى للطفل ومنفذا للإصدارات ونادي للتكنولوجيا. المنشآت الجديدة استخدمت فيها الزخارف الخاصة بالمبنى الأساسي، ما أضاف طابعا تنسيقيا كما أنه يتناسب مع طبيعة المدينة السياحية. بس احنا في خطة تطوير القصور والمواقع الثقافية عشان تتناسب مع اللي احنا عايزين نعمله من الخطط الثقافية، ابتدنا نطور القصر. يعني المسرح اتجدد خالص وعملنا مسرح بجد، عندك كذا بارتيشن، في نادي التكنولوجيا، في المراسم للمرأة والأطفال. المبنى نفسه اتطور بشكل كبير، انت شايفة الطراز بتاعه قريب جدا من التضاريس بتاعت شرم الشيخ، تحس ان هو جزء منها. يمثل هذا القصر الذي وصلت تكلفة تطويره 18 مليون جنيه منبرا تنويريا للثقافة في سيناء. استفدنا بالمساحة قدر الإمكان، التجهيزات من على يعني أعلى مستوى من التجهيز التقني اللي خلينا قادرين على استقبال المهرجانات الدولية اللي بتنعقد في شرم الشيخ. فإحنا أضفنا حاجة مهمة لإمكانيات مدينة شرم الشيخ. على مستوى خدمة العمل الثقافي، أهالي شرم الشيخ المقيمين في كتير منهم من كل أنحاء مصر، فهنا رأينا برامج مختلفة وشكل مختلف في برامج اللي بنقدمها من خلال القصر. ويهدف تطوير هذا القصر إلى صقل مواهب الأطفال والشباب لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير في بناء الإنسان والمجتمع. في الأطفال مكتبة، في أنشطة، ورش فنون تشكيلية، ورش حكي، ورش موسيقى. إن شاء الله هيبقى في هنا جانب للتعليم الفني للفنون، وبعتقد ده جزء مهم زي ما قلت لحضرتك في نطاق الأبناء الناس أو أهالينا المقيمين في مدينة شرم الشيخ. تظل الثقافة المصرية شمسا تلقي بأشعتها التنويرية على مختلف ربوع مصر في سبيل تحقيق العدالة الثقافية.